بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم، مع لقاء جديد نتكلم به على موضوع يهم الجميع. في الآونة الأخيرة ولله الحمد الكثر من الناس، يعني من جميع الدول ومن جميع العالم، يعني تواصلوا معي بأمراض عدة وظواهر عدة، ولاحظت أن 3/4 وأكثر يعني يعانون من شيء مشترك، وهو الخوف من المرض. بمعنى أكثر أنهم يعانون مثلا من اعتلال ما، أبسط شيء مثلا والله وجع في المفاصل، بروح على الانترنت وبروح كاتب كي ما هي وصفة اعتلال مثلا المفاصل، أو كيف أعمل، أو أي شيء من هذا القبيل، ويخرج له ما يخرج. وللأسف الشديد المحتوى العربي، وأقولها بمنتهى الأسف، في مواقع المختلفة وللأسف المعتمدة من الناس، وأغلب من تحدثت معهم يعني المواقع متكررة، نجد فيها تناقض المعلومة ما بين الصفحة الأولى وآخر الصفحة. بنزل الماوس لتحت شوية بتلاقي إيش؟ إنه المعلومة عمالها بتتناقض، وكل سطرين ولا كل فقرة يقول آه هذا عندي، أنا هيك بشعر، أنا هيك بعمل، هي أصلا كانت عندي الأسبوع الماضي. طب إلى متى؟ طب أين سنخرج؟ نخرج في متى؟ هذا غير الوصفات التي لا تعد ولا تحصى، وللأسف الشديد منها المتناقض ومنها لا يمت بالعلم بشيء. يعني قبل قليل، قبل أن أدخل في التصوير تحديدا، يعني من كثر الأخطاء الشائعة التي أسمعها، يعني لا أقول أمس أو أول أمس، لا أقول قبل قليل، قبل أن أدخل في التصوير جاءتني مكالمة تسأل على وصفة للبشرة، تريد وضع القرفة والليمون والخل، هل هذا معقول؟ على البشرة أضع 3 من الأحماض ومن أجل تبييض؟ هذا هلاك للبشرة. هذا غير وصفات الشعر، هذا غير الوصفات الأخرى، عشان تطول الشعر بتلاقي الشعر صار جاف، أو تعانى من مشكلة أخرى، أو أصبح هناك تساقط رهيب، أو عانت من ثعلب أو ما شابه ذلك. إذا يجب التحقق من الكلام، يجب التحقق من الوصفة، يجب التحقق من كتب هذا الكلام، من قال هذا الكلام. لا يجوز أن نعتمد 20 مصدر للمعلومة الواحدة. دائما القول الحق، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ هم العلماء، كل في تخصصه. أغلب المواقع العامة تتيح الكتابة للجميع، فكل واحد جعبل يكتب كلمتين بكتبهم. للأسف الشديد هناك من يكتب من مواقع أجنبية ويترجم خطأ فيعكس المعلومة، وتصبح هناك إيش؟ خلل. وهناك بعض وصفات يؤخذ منها جانب واحد فقط، على سبيل المثال للحصر، وسوف إن شاء الله أعدكم بفيديو خاص حول هذا الموضوع، بذر الكتان. وفي السابق تكلمنا على الرمان على سبيل المثال، وتكلمنا عن الرمان، ذكرنا البذور وما لها من فوائد جمة رائعة، ولكن
قشور الرمان، وكثر من علق في هذا الموضوع واستغرب المعلومة، وهذه مشكلة من يأخذ المعلومة فقط من جانب واحد وينسى التركيبة الفعلية الكيميائية الطبيعية، أن قشور الرمان تحتوي على مواد قلويدات وهي سامة. بذور الكتان سوف أخصص لها فيديو خاص إن شاء الله، فنرى الجانبين، الجانب المشرق الرائع لبذور الكتان، ولكن هناك جانب مظلم وسيء ومضر للكبد، ومش بس كده، ويودي بالحياة. كل شيء له حدين، كما أقول أن دائما السكينة أقشر بها تفاحة وأقطع بها الخضار والفاكهة، ولكن في الجانب الآخر بهذه السكينة أيضا يقتل بها بني آدم. فيجب أن أكون واعيا لكل كلمة أقرأها، وأن أربط المعلومة. وفي أمور ليست في تخصصك فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تعلم أنت لست طبيبا، أنت لست صيدلانيا. لا يجوز إذا أردت أن أبني بيت أن أدخل محل المهندس وأكتب على النت كيف تبني بيتا وأنزل أبني البيت، لا يجوز. بعد من كثر ما شاهدت من أخطاء وعوارض جانبية وتفاقم المرض الرئيسي بسبب وصفات خاطئة، أحببت أن أتكلم في هذا الفيديو فقط عن هذا الموضوع. فرجاء رجاء رجاء، وعلى الأقل على الأقل كل من يتابعنا في هذا القناة، يعني بليز أنا بترجاكم والله، بحبكم جدا وبشكركم على المتابعة، وعشاني مهتم فيكم يعني ابعتوا. أنا بتأخر شوي في الرد، لكن في رد، وبعد ما رد بكون رد زي ما انتم شايفين في فيديو كامل حتى تعوم إيش الفائدة. نقص الفيتامين دال عند الكل يا جماعة، وإحنا إن شاء الله رح نحكي بالتفصيل في هذا الموضوع حتى لا أطيل عليكم في هذه القضية. إذن خلينا مع بعض، بدناش نطلع لبعيد، بدناش نسمع من هنا ومن هنا وبعدين ندخل في متاهات. التشخيصات في أسس، يعني قصة دواء طول العمر انسى، ما في حاجة اسمه دواء طول العمر. قصة والله أنا عمري 70 سنة وأعمل 70 فحص عشان يقول لي عندك هشاشة عظام، طب ما هي معروفة بعد 50 سنة و45 سنة عندك هشاشة عظام، فيش داعي لهالتكاليف هاي. احنا بدنا نحط عنوان يا جماعة، يا مشتركين القناة، بدنا نحط الآن، خطر على بالي عنوان، وكنا بدنا نكون مع بعض فيه إن شاء الله. شعارنا هو إيش؟ محدش يضحك علينا، تمام؟ اتفقنا؟ محدش إيش؟ يضحك علينا. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.